وتوجه الرئيس هادي برسائل عدة خص الشعب اليمني بالرسالة الأولى منها: إلى أبناء شعبنا الصابر والمرابط، إلى كافة أبناء شعبنا من صعدة إلى المهرة، إلى الجموع الهادرة في عدن وتعز ومارب وحضرموت والجوف والمهرة ولحد وأبين وسقطرى، التي خرجت في الميادين لتعبر عن رفضها المطلق لخارطة الالتفاف على المرجعيات وإنهاء الخارطة لتلقيم المستقبل وتأسيس الحروب لا نهاية لها، خارطة لتمزيق اليمن واستهداف الجوار. إلى كافة قيادات السلطة المحلية والقيادات العسكرية والفعاليات السياسية والمدنية ورجال الأعلام، تحية لكم أيها الأحرار الشرفاء جميعا، تحية لكم على صمودكم وصبركم، تحية لكم على مواقفكم الشجاعة والنبيلة. نعاهدكم أننا سنبقى معكم ولن نحيد عن قايتكم، وأن لا نقبل الالتفاف على تضحياتكم، وندرك جيدا حجم المعاناة التي تعيشونها في وضع اقتصادي صعب وظروف معيشية قاسية، لكن لدينا الثقة كاملة بأننا سنتجاوز هذه المحنة. والحكومة اليوم والسلطات المحلية تبذل جهود دؤوبة ومخلصة لتطبيع الأوضاع وتوفير الخدمات، وستعمل الحكومة وقيادة البنك المركزي اليمني على بذل كافة الجهود لتوفير المرتبات من داخل العاصمة الاقتصادية المؤقتة عدن.